طب هم قالوا بيقولوا على الكلام ده على اساس ايه يعني؟ مش فاهم يعني. احنا اذا كنا شفنا الجوله الاولى مباريات مثيره، شفنا على الاقل مفاجات في الاداء بين فرق ما كناش نتوقع انها تظهر بهذا المستوى، زي العهد اللبناني، الفيصلي الاردني، رغم انه طبعا من الفرق الكبيره في الاردن، ولكن اداءه قدام النادي الاهلي الفريق الكبير العريق كان اداء مميز. فتح الرباطي من الفرق الكبيره في المغرب، وصل لدور الثمانيه في بطوله الكونفدراليه الافريقيه، اداء مميز جدا قدام الزمالك، واستطاع ان يخرج متعادلا في اللحظات الحرجه يعني، او اخر لا انا مش حتى فريق الهلال الذي جاء بالصف الثاني اداء كان مميز جدا، وقلنا دي شخصيه النادي الهلال اللي هو نادي البطولات، الفرق الكبيره بيبقى لها شخصيتها، بيلعب بالصف الاول يلعب بالصف الثاني هو ليه شخصيته. فالصف الثاني في نادي الهلال قدم عرض واداء، تحس لو انت ما تعرفش الاسماء هتقول ده الهلال الاول مش الهلال الثاني، فبأي على اي اساس نقدر حد يخرج يقول انها بطوله ضعيفه؟ لا هو في بس حاجات في التنظيم، احنا حتى الناس الاعلاميين عانوا شويه في عمليات التنظيم، استخراج التصاريح، حضور المؤتمرات الصحفيه كانت محتاجه تنظيم اكتر شويه، ده من الناحيه اللي هي التنظيميه اللي هي بتخص ممكن الاعلام عشان يؤدي دوره، لكن حاجات الناحيه الفنيه دي ما اعتقدش ان فيها اي سلبيات حصلت.